لتسليط الضوء أكثر على المساعي الصهيونية لتهويد مدينة القدس، ينضم إلينا عبر الهاتف من القدس الصحفي الفلسطيني أحمد الصفدي. أهلا بك معنا سيد أحمد. تحياتي لكم من البلدة القديمة في القدس المحتلة، وكل المواضيع مرتبطة علينا أن نعرج عليها. فموضوع الاقتلاع ومحاولة الاقتلاع في الشيخ جراح وفي سلوان لا تنفصل عن الهجمة الشرسة على المسجد الأقصى المبارك، ولا تنفصل على الهجمة واعتقال الرموز الوطنية والشخصيات الرسمية لمدينة القدس ومداهمة المؤسسات المقدسية. فالحرب شاملة في كل مؤسسات دولة الاحتلال، تتحالف من أجل الانقضاض على المقدسي لدفعه إلى خارج حدود مدينة القدس. فبالتالي هي معركة شرسة وشاملة تتطلب جهدا جماعيا من أجل مجابهتها ومواجهتها. أخي الكريم تفضل. نعم، يعني الآن يدور الحديث عن حي الشيخ جراح، ما الذي يحصل في هذا الحي وكيف هو الحال هناك؟ الحالة صعبة جدا. الآن الساعة الثالثة هنالك وقفة من الكل المقدسي، دعوة من هيئة العمل الوطني والقوى الوطنية والمؤسسات المقدسية من أجل تعزيز صمود سكان الشيخ جراح الذين يستهدفون بالاقتلاع. فهذه سياسة الاحتلال، سياسة قديمة جديدة. هنالك كانت اقتلاع لعدة عائلات مقدسية تباعا من سنوات طويلة، والآن تزداد الهجمة شراسة، وذلك لتشريع هذه الهجمة من خلال ما يسمى بكنيسة الاحتلال ومن المحاكم الإسرائيلية التي تنفي وجود الفلسطينيين، رغم أن معهم كل الأوراق الثبوتية التي حصلوا عليها من الأردن باتجاه وجودهم وتأطير وقانونية وجودهم. إلى أن الجسم الاستيطاني ومحكمة الاحتلال وحكومة الاحتلال تريد أن تقتلع المقدسيين من أجل ربط المستوطنات بعضها البعض، ومن أجل تعزيز ما يسمى الحوض المقدس. هم يريدون إفراغ المدينة من خلال دفع المقدسيين إلى خارجها، طارة باقتلاعهم بمصادرة منازلهم كما هو الحال في الشيخ جراح، وطارة بهدم المنازل كما هو الحال في سلوان. سيد الصفدي، نعم، هنا سؤال، ما هو الدور الذي تلعبه حقيقة هذه المحاكم في الكيان المحتل في تمرير عملية التغيير الديموغرافي في القدس؟ المحكمة هي معروف أنها متحيزة على كل ثقتنا فيها، ولكن هي الوسيلة الوحيدة التي يلجأ فيها الطاقم القانوني الفلسطيني من أجل تأجيل واكتساب الوقت، لا من أجل إلغاء القانون أو القرارات الإسرائيلية. لأنك تعلم أن هذه المحكمة هي أداة بيد الاحتلال، هي أداة بيد المستوطنين، والحكومة أصلا هي حكومة متطرفة، والآن تنتظر انتخابات تصبح أكثر تطرفا، وكل الدعاية الانتخابية الإسرائيلية حاليا من أجل اقتلاع المقدسيين، من أجل هدم المنازل، من أجل ترويج التطرف، لأن الحزب الذي يكون بعيدا عن التطرف لا يكسب الانتخابات. ما هي الأوراق المتاحة أمام الفلسطينيين لوقف عمليات التغيير الديموغرافي في القدس؟ علينا الصمود ثم الصمود. المقدسي هو رأس الحربة في الدفاع عن المسجد الأقصى المبارك والصمود والحفاظ على المنازل. فنحن نخوض جميع المعارك، سواء من خلال تفعيل الرأي العام والدولي، ولكن على ضعفه، لأنه هذا القرار، يعني هذا الرأي العام للأسف والاتحاد الأوروبي محايد يدعي الحياد، لا يصلح الحياد هنا، شعب تحت الاحتلال. ولكن علينا الصمود، علينا أن نعزز وجودنا بعضنا البعض، لا نترك السكان لوحدهم يواجهوا مصيرهم. نعم. فهذه هي المعركة يجب أن نخوضها يعني بشكل جماعي وباستراتيجية. شكرا جزيلا لك أحمد الصفدي الصحفي الفلسطيني، كنت ضيفا عبر الهاتف من القدس.